المباراة. خلينا نروح نشوف الجرافيك اللي عندنا النهاردة في المباراة، مباراة الأهلي والزمالك النهاردة 30 مارس 2019 السبت. الزمالك سيلاقي النادي الأهلي، طبعا الزمالك لأنه هو صاحب الملعب. مباراة مؤجلة من الأسبوع ال17 من الدور الأول. أكثر اللاعبين مشاركة في القمة كالعادة النجم الكبير ده في الدوري فقط، يعني لان هو حسام 37 بس هو 37 دوري وكاس وافريقيا، لكن 33 مباراه في الدوري فقط. حسام عاشور النجم الكبير، حسام عاشور كابتن النادي الاهلي، 33 مباراه في الدوري فقط اهلي وزمالك. ايضا النجم الكبير كابتن عبد الواحد السيد حارس مرمى نادي الزمالك السابق، لعب 27 مباراه قمه ما بين النادي الأهلي ونادي الزمالك، وكالعادة عاشور يحطم كل الأرقام. طبعا موقف النادي الأهلي والزمالك في بطولة الدوري، الزمالك في المركز الأول من 22 مباراة، فاز في 16، تعادل في 5، هزم في مباراة، له 50 هدف كأقوى خط هجوم، عليه 20 هدف يملك من النقاط 53 نقطة. أما النادي الأهلي في المركز الثاني ب 22 مباراة، فاز في 16 أيضا، تعادل في 3 مباريات، هزم في 3 مباريات، له من الأهداف 38 هدف، عليه 15 هدف كأقوى خط دفاع، ثم يملك من النقاط 51 نقطة. هداف نادي الزمالك وواحد من هدافين الدوري محمود علاء مدافع نادي الزمالك. أما هداف النادي الأهلي المتألق هذه الأيام مروان محسن، نتمنى له كل التوفيق في مباراة اليوم. يبقى النهاردة لو مروان لعب هيلعب هداف الاهلي هيلعب على هداف الزمالك. طيب الجدول اللي احنا بنعمله لحضراتكم ده جدول مهم جدا بالمناسبه، ده بيعرف قد ايه او امتى النادي الاهلي بيجيب اجوان وامتى بيخش في النادي الاهلي اجوان. نفس الكلام بالنسبه لنادي الزمالك، امتى بيجيب اجوان وامتى بيخش في اهداف. 38 هدف احرزه من نادي الاهلي في الدوري حتى هذه المباراه. من الدقيقة 1 للدقيقة 15 في أول ربع ساعة النادي الأهلي غالبا ما بيحرز 4 أهداف، أما في ربع ساعة الثانية من الشوط الأول بيحرز 6 أهداف، ثم تأتي الربع ساعة الأخيرة من الشوط الأول 6 أهداف أيضا، أول ربع ساعة في الشوط الثاني 5 أهداف، أما النصف ساعة الأخيرة تخيلوا حضراتكم إن النصف ساعة الأخيرة 17 هدف في النادي الأهلي، 8 أهداف في من الدقيقة 61 للدقيقة 75، وتسع أهداف من الدقيقة 76 وحتى الدقيقة 90. إذن تقريبا نص الأهداف اللي جابها النادي الأهلي أحرزها، أو 17 هدف أقل من النص شوية، أحرزها في الدقائق الأخيرة أو في النص ساعة الأخيرة من عمر المباريات اللي لعبها النادي الأهلي، 22 مباراة اللي لعبها النادي الأهلي. طيب إمتى الأهداف برضو بتخش في النادي الأهلي؟ في أول ربع ساعة هدف، تاني ربع ساعة في الشوط الأول هدف، ثالث ربع ساعة في الشوط الأول أيضا هدف. أما الشوط الثاني وهو الأكثر استقبالا للأهداف بالنسبة للنادي الأهلي، أول ربع ساعة في الشوط الثاني 6 أهداف، ثاني ربع ساعة هدف وحيد، آخر ربع ساعة في المباراة 5 أهداف. إذن تأتي الربع ساعة الأولى من الشوط الثاني كأكثر استقبالا للأهداف بالنسبة للنادي الأهلي. يبقى لازم ناخد بالنا دائما من الربع ساعة الأولى والربع ساعة الأخيرة، لأن تم إحراز منهم 11 هدف من ال 15 هدف اللي استقبلهم شباك النادي الأهلي. خلينا بقى نروح لنادي الزمالك. نادي الزمالك بقى أهدافه طبعا جايب 50 هدف كأقوى خط هجوم. عدد الأهداف في أول ربع ساعة 7 أهداف، تاني ربع ساعة 7 أهداف، ثالث ربع ساعة في الشوط الأول 9 أهداف، أما بداية الشوط الثاني 9 أهداف. ثم تأتي قوة نادي الزمالك في الربع ساعة القبل الأخيرة من الدقيقة 61 وحتى الدقيقة 75 كرقم كبير جدا 10 أهداف، ثم الربع ساعة الأخيرة 8 أهداف. وبكده النص ساعة الأخيرة هي نقطة قوة نادي الزمالك وأيضا نقطة قوة النادي الأهلي. 18 هدف لنادي الزمالك في آخر نص ساعة و17 هدف في آخر ربع ساعة بالنسبة لنادي الزمالك. طيب إمتى النادي الزمالك بيستقبل أهداف بقى؟ لا هاتولي اللي فات. إمتى النادي الزمالك بيستقبل أهداف؟ نادي الزمالك استقبل حتى الآن 20 هدف، 20 هدف استقبلهم نادي الزمالك في 22 مباراة.
اول ربع ساعه نادي الزمالك دايما بيخش فيه او دخل فيه هدفين من ال 22 هدف، تاني ربع ساعه اربع اهداف، ثالث ربع ساعه او نهايه الشوط الاول ثلاث اهداف. اما من الدقيقه 46 والدقيقه 60 ثلاث اهداف، والربع ساعه قبل الاخيره في المباراه ما اللي هي من الدقيقه 61 للدقيقه 75 لم يستطع اي فريق حتى الان ان يحرز اهداف في نادي الزمالك. ثم الربع ساعه الاخيره 8 اهداف من ال 20 هدف، اكتر برضو من الثلث تقريبا، او يعني تقريبا ثلث الاهداف اللي تم استقبلتها شباك نادي الزمالك تم احرازها في الربع ساعه الاخيره من عمر المباراه. اذا زي ما قلت لحضراتكم نقاط قوه واضحه جدا ونقاط ضعف واضحه جدا. طيب المشكله بقى اللي عندنا، او يعني امبارح اتكلم معانا كابتن فتحي نصير وكابتن سمير عثمان ايضا هيكون معانا في الفقره الثانيه النهارده، نتكلم عن طاقم التحكيم، وانا الحقيقه ماجل كل كلامي عن طاقم التحكيم لغايه لما ان شاء الله الكابتن سمير يجي ونتكلم معاه في هذا الموضوع. حكام المباراه النهارده ستيفن كوفاكس من رومانيا، حكم مساعد ميهاي اوفيديو ارتن ايضا من رومانيا، وفازان فلورن من رومانيا، حكم رابع اونيت ماريوس من رومانيا. اذا طاقم تحكيم من رومانيا، هناك بعض علامات الاستفهام الموجوده على هذا الحكم او على هذا الطاقم التحكيم الحقيقه، ولكن خلينا ما نتكلمش وخلينا ما نطولش في هذا الكلام لغايه لما يجي لنا الخبير التحكيمي وخبير اللي بيبقى دايما معانا النجم الكبير كابتن سمير عثمان، هنتكلم معاه اكثر واكثر عن هذه او عن طاقم التحكيم. طيب خلينا نروح نشوف لو شريف شعبان جاهز يا جماعه ولا مش جاهز.